وبعد فوز الهلال يسرنا أن يكون معنا في هذه اللحظات عضو شرف نادي الهلال صاحب سمو الملك الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز. حياك الله معنا أبو الوليد. السلام عليكم. الله حيك. عليكم السلام. ونرحب فيك عبر برنامج الجولة. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. نقول لك مبروك أبو الوليد الفوز في مباراة النصر. الله يبارك فيك للجميع. الله يسلمك للجميع. كيف شفت المباراة أبو الوليد؟ والله صراحة أنا مبسوط ما رجعت للمتابعة الدقيقة. يعني العادة أبد ارفع التليفون واسأل ها وش النتيجة الهلال فاز الهلال فاز الهلال فاز. فصار فيه لذة رجوع إلى لذة المنافسة في الديربي اللي نبغاه كلنا أكيد بغض النظر على اللي يقول لك من قبل المباراة أنه بيكسب الهلال وبيكسب نصر. يعني لذة المباريات رجعت لوضعها لأنه نصر رجع لوضعه اللي مفروض يكون عليه بعد هذه السنين الطويلة وعطالها نكهة. وبصراحة صار لي مدة أنا ما رجعت إلى المتابعة الدقيقة إلا الآن. وش السر أبو الوليد في رجعتك في هذا التوقيت؟ السر الله يسلمك أنه أنا كنت أقول للأخ فيصل بن تركي أخو عزيز وكنت دائما أقول له يا الأمير فيصل لرجوع مستوى الرياضة إلى وضعها الطبيعي لازم يرجع النصر كذلك على أساس يكون في هالمنافسة اللي معروفة القديمة الدائمة من أيام الأمير عبد الرحمن الأمير عبد الله بن سعد للهلال والنصر أو النصر الهلال. وهذا يرجع فيها الشوق واللعب الاحترافي والروح الرياضية ويرجع للدوري مستواه وهيبته اللي فقدناها. وأربع سنين بالذات يعني كنت أقول للأمير فيصل يعني وكان بين أخذ وعطى دائما في المواضيع هذه يعني مثل ما تقول الاتحاد والأهلي كذلك. هذا يرجع الروح للملعب يرجع الروح للجماهير يرجع الروح للإعلام بغض النظر عن التعصب العنصرية والمواضيع هذه اللي في غنى عنها بصراحة لأن هذا لا له بدين ولا له بروح رياضية ومفروض نبعد عنها. أنا قصدي المنافسة القوية الشريفة اللي في الملعب. صحيح. طيب سمو الأمير بالنسبة للآن فرصة الهلال في تحقيق الدوري لأنه يمكن طلع البعض يقول لك أن فوز الهلال على النصر يعتبر بطولة بالنسبة للهلاليين لكن الآن أنتم كالفرصة المتاحة الباقي في الدوري ثلاث مباريات لابد أن يتعطل النصر في مباريتين كيف تشوف المنافسة على بطولة الدوري؟ لا هو أنه موضوع بطولة يعني مثل النصر ينفاز على الهلال في مباراة أو مباريتين اعتبروها بطولة المأخذ الكاس بطولة أكثر من العادة يعني. رجوع الهلال طبعا أكثر المتابعين مرشحين النصر نظر المباراتين السابقة وأنه معنويات وأنه مدرب النصر يعرف يقرأ الملعب أو اللي يقرأ اللعب وكيف يغير ويبدل وإلى آخره من الكلام هذا. أثبت المدرب سامي وسامي الأخ كذلك العزيز وكذلك اللاعبين كلهم وخاصة الأخ ياسر والكابتن ياسر القحطاني أنه الموضوع ليس بهالسهولة مع فريقين إذا رجعوا إلى مستوى عالي. فأظن الثقة الزائدة اللي أعطيت هذا الفريق النصر سبب من أسباب اللي حصل. الهلال مهما كان يعني كب الجواد لكن يرجع دائما بأجهزته الإدارية والفنية ومجلس إدارة وأعضاء شرف يعني متعود على البطولات وفي في في لما يوصل إلى العادة عنق الزجاجة يعرف ثاني مرة كيف يطلع منها ويكمل مشواره وهذا اللي متعودين عليه في الهلال ودائما في تجديد لا يعتمد على شخص كان رئيسا أو مجدارة أو عضو شرف أو لاعب أو مدرب واحد دائما في تجديد وهذا الحمد لله رب العالمين. من يمكن أذكر الوالد المكان هو عماني يجتمعون في سيارة واحدة وهذا يمكن ما يعرفها كثير وكان ذيك الأيام على 5000 و 10000 و 20000 ويجمعون مبلغ معين ويعطونه بن سعيد يوم كان لوين كان أصلا مقر النادي فيه السابق.
فهذا موجود يعني من عشرات السنين في استمرارية الوضع هذا. أما بالنسبة لموضوع كيف فرصة الهلال أو فرصة النصر، الكرة يا أخي نعرفها دوارة وصعبة، يعني إنك تحط يدك. كان هذا مفروض الآن توقعات متحليلة الأكثرين أنه بيفوز النصر على الهلال ويأخذ الدوري من قدام الهلال، وهذه بطولة وبطولة وبطولة، ثلاث بطولات، بطولة واحدة إلى آخره. فالآن تأجل 30 يوم، هذه بحد ذاتها يعني معنوية لها أثارها، ولكن إنك يعني تضمن شيء. طب هذا الاتحاد انهزم 2-1 أظن، والشباب 4-1، يعني ما يتوقع أحد شيء هذا. فالكرة دوارة ولا تعرف شيء هذا إلا في النهاية، في النهاية يعني ما تنتهي الحسابات أو لنصفر الحكم. فكل شيء ممكن. نعم النصر أقرب لا نقاش ويستاهل، تغير وجهه تمام السنة هذه، ولكن الهلال جاءت كابو جواد ورجع، وأظن الآن المباراة القادمة ما بين الهلال ونصر ونصر الهلال هي حتكون مباراة أظن من أفضل المباريات اللي عمرها شفناها في تاريخ الفريقين. طيب سمو الأمير، أنا بتكلم عليك أنت بشكل شخصي، يعني عرف عنك يعني على ما قدمته وتقدم الآن وستقدم الكابتن سامي الجابر من أيام ما كان لاعب، وأنت شخصيا كنت تدعم سامي الجابر حتى في موضوع احتراف الخارجي. الآن حتى نشوف أنت وسمو الأمير الوليد بن طلال أيضا دعمكم لسامي الجابر، هذا النابع من قناعة داخلية بقدرات سامي الجابر لتحقيق المزيد لنادي الهلال والكرة السعودية كمدرب وطني. يلا سلم بصراحة، بدأت من زمان، بدأت يوم ترأست وفد، دائما أنسى ذيك البطولة في تونس وخسرنا 2-0، والحمد لله كانت تحضير للبطولة اللي هنا بعدين يوم كان أيام هانجيم النخبة أظن. المهم ناقشت سامي وناقشنا بعض 7 ساعات نقاش حوار، وجدت الرجال يعني ما شاء الله عليه أنه يعني عقله نظيف، ثم من بعدها صار العلاقة بدأت قوية منك، ثم من بعدها كان احتراف ثاني في وولفرهامبتون، كان موضوع وطني أكثر من هجالي بصراحة، نبغى واحد من لاعبين يلعب في نادي إنجليزي. وأذكر كلمت 59 عضو شرف، 51 49 مع، 41 ضد، والأمير بندر كان متحفظ، و 49 مع الموضوع ما أنساه. فكان مسخر الرحلة هذيك لموضوع سامي كلاعب وطن يلعب في إنجلترا، وهذا كانت يعني العلاقة الثانية بعد النخبة. وثم بعدها الموضوع هذا الآن حالي، أنت الآن توقف مع شخص أو توقف مع أي شخص في رياضة وغير رياضة، لما يكون في وضع الهلال كان في وضع يسموه يعني السيء في وقت ما، فهنا ساعة الوقفة. الوقفة توقف العادة مع رفيقك أو مع عزيز عليك أو مع كما تنتمي له في وقت الضيق، تظهر وتساعد وتفعل ما تستطيع بحيث أنك يعني تساعد، ولو مش أنك تسبب زيادة ملة، ولكن أنك تظهر بس فقط في السراء وفي الفوز وكذا، لا فوز أبدا عطى حقها لإدارتها ولاعبينها وكذا، لكن في الضراء أو في الوقت السيء هنا الوقفة اللي يستحق أن توقف معه، على أساس إذا حصل ردة فعل مين طيبة تشملك أنت بعد تكون واقف معهم. فأنا أظن هذا هو الوضع الحقيقي، وفي ذاك الوقت كان يحتاجها مع وولفرهامبتون، يعني كان وضع حساس بالنسبة للجماهير، والآن بالنسبة للإعلام والجماهير وإدارة وكذا، هنا وقت الوقفة أظن لأي أحد أنه يعني يتكاتفوا مع بعض، والآخر من وليد عمل ذلك، وأخوك كذلك يرى أنه هذا الوقت اللي يجي يوقف مع 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 الهلال كلهم كله مش سامي بس، مع الإمام عبد الرحمن، مع الإدارة، مع اللاعبين، مع سامي. طيب سمو الأمير، تشوف الآن وضع الهلال بشكل عام بعد الفوز في المباراة، تشوف أن المحفز لكم أنتم كأعضاء الشرف؟
يعني الان تعرف سمو الامير معليش الهلال مقبل على بطوله مهمه. هذا سؤال غريب ما فهمت. لا يعني الان بالنسبه لكم الان يعني بطوله كاس الملك الهلال مقبل عليها الان في دور ال 16 طبعا. لا نتكلم على دوري ابطال اسيا طبعا. انت الان راح منك بطوله ولعبت وبطوله على المحك وبعدين قدام النصر بعد ما رجع لمستواه الجيد وهنهم على الشيء هذا على فكره. وبالعكس من فيصل ونصوي رجعوا الى 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 وضعنا الطبيعي. كنا ترى سعوديين يا جماعه مهما كان. يعني صحيح انه في ميول وميول بس مش لدرجه حدود معينه توقف. نسبة الان وصلنا مع مرات شوف المباراه هلاليه ونصراويه حتى بلحيتي البيضة هذه يعني فنتفرج عليها لان نصر نفس المحل. وبعض المرات يمكن نحط مجلسين على اساس بعدين نضحك مع بعض والى اخره. فنعم محفز للاهلي اسيا وللبطوله القادمه وللدوري ولا إدارة ولا سامي نفسه. سامي نعم كان الثاني في الدوري وما زال لعب على وش اسمه على بطولة كذلك. ف يعني لا نذبها مرة واحدة ترى قدامه وراه 12 مدرب يعني. طبعا بلا شك انه فيه ملاحظات لا نقاش. يعني أي واحد يقول ما في ملاحظات معناه يعني في شيء غلط. لكن في المرة الأخيرة لاحظ الوضع التنظيمي في الملعب والروح اللاعبين نفسهم كل شيء تغير تماما. أنت عارف شيء الغريب لو ما حصل بلنتي هذاك في الكاس وما حصل الجول هذا اللي من طرفنا اللي الآن تكرر مرة مع النصر وحصل فوز حنا كان نسينا الغلطات والاخطاء كل ابوها والتنظيم والوضع وقلنا بو 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 كل شيء تمام. حنا طريقتنا كذا اذا فزنا غطت اخطائنا واذا هزمنا طلعناه. ما مو بانه مثلا اذا فزنا مع ذلك يجب ان نركز ونلاحظ اخطائنا. لا ما هي طريقتنا وهذا هذا غلط فينا. فنعم حافز للقادم وحافز للجميع خاصة انه الوضع رجع لوضع الطبيعي في الهلال من جميع نواحيه. المهم انه الاستمرارية وحنا دورنا نجي في وقت الضيق وبعدها يكملون الاخوان فيهم خير وبركة يكملون طريقهم. طيب متى الزيارة القادمة لك لمقر نادي الهلال؟ الليلة الساعة كم؟ الآن تأخرني. عندك اجتماع معهم؟ هناك لأن تعرف الطائرة رايحين لبطولة الخليج في تنسيقات معينة رايحين يعسكرون رايحين عندهم بطولة بلا شك الآن منها مباركة لهم ومنها يعني تكمله المشوار حتى ان شاء الله يعبرون الاهلي. بعدين في نقطه يعني مهمه هذا. انا الان يعني ودي اقول لبعض في شيء غريب. تعرف في بيتك انت الواحد او مجلسك او مكتبك او عملك تتكلم في جميع الشؤون. تتكلم في جميع الشؤون السياسيه الاقتصاديه الرياضيه الاجتماعيه. هذا شيء طبيعي في اي انسان يعني الا عاد الانسان اللي يمكن محوره فقط حتى اللي محوره مثلا عالم شرعي عنده يتكلم في الاقتصاد يتكلم الاجتماع يتكلم في مشاكل بيته يتكلم عن عياله عنده عيال عندهم ميول الى اخره. فعندنا نقطه حساسه غريبه انه الواحد مسموح له في بيته يتكلم في جميع المواضيع في عمل يتكلم في جميع المواضيع بس اذا جاء مثلا تكلم عنها بصفه علنيه بمعك مثل الآن أو بتويتر أو إلى آخره قالوا كيف يتكلم في كذا يتكلم. يا حبيبي أنا بإنسان مثل أي بني آدم ثاني عندي بيتي عندي عيالي عندي أمي عندي أبوي عندي ولدي الله يشفيه عندي رأي سياسي رأي اقتصادي رأي بحكم علاقتي بولاة الأمر طول هالسنين هذه كلها مع الوالد. كنت أنا أقعد مع الوالد مع هو يناقش عبد القصيمي الثقافي إلى آخره. فلا يمنع انك تشارك في مواضيع اللي انت بعضها كميول بعضها كمحبه يعني انت تقصد سمو الامير انهم يستكثرون عليك الراي. ودي
دي انه الاخوان لا ياخذونها بحزيه انه تتكلم في موضوع ثاني تتكلم في موضوع ثاني يا فلان. لا، الثقافه اذا كانت واسعه تستطيع ان تتكلم في او تشارك في عده مواضيع. خاصه انه انا اصلا بدايه مشواري من رجوع امريكا كانت رياضيه، فهذه نقطه حساسه. في انا ودي بعد ما تخلص اخر اسئلتك ودي اقول اخر شيء بس بعد ما تغلق اسئلتك. طيب انا بس اتكلم على الموضوع هذا تحديدا سمو الامير، انه اللي يستكثرون عليك ابداء الراي هذا موجود في بعض مجتمعنا، يعني لا يضايقك، يعني تكتب انت اذا كتبت على السياسه يقول لك ابن حلال خليك في الرياضه، وان كتبت على الرياضه يقول لك يا رجال خليك. لا انا ما يضايقني، بس ابى اقول لهم يا جماعه انتم في بيوتكم ايش تسووا؟ ما تتكلموا عن الاكل، ما تتكلموا عن الامراه متى حد زواجك، ما تتكلم عن امك عن ابوك عن حالات اجتماعيه، ما تتكلم عن اقتصاد، ما تتكلم عن حاله الوضع الفساد، ما تكلم عن كل مواضيع هذه. فيجب ان الشخص يفهم اذا تكلم في بيته اذا طلعها على تويتر او طلعها بشفية بصراحة برا، يجب ان يفهم انه انت قاعد تعمل شيء هذا في بيتك كذلك. الفرق انه لما طلعها برا انه والله كيف يطلع هذا، كيف ينزل مستواه الى هالموضوع. يا حبيبي مو منزل مستواه، منزل مستواه. انا ساتكلم ما ارى انه استطيع افيد فيه بثقافة، هل هي شرعية بحكم علاقتي بعلماء، هل هي اجتماعية، ما يفيد بالطريقة هذه. يعني اللي فاهمة فاهمة، اللي مو فاهمة عاد لا حول ولا قوة بالله. يعني شو يعني ميولي هلالية أبن عن أب عن طبعا عم بحكم الملك سعود هو اللي سمى هلال. فأريد أن يفهموا الناس أنه يعني يا جماعة تستطيع أن تشارك في مواضيع كما تشارك في بيتك في مواضيع، أن تشارك في الخارج وتستطيع أن تساهم في ذلك. تنتقد ما تنتقد، تخطي ما تخطي، هذا موضوع آخر. هذه مهمة النقطة هذه، أنه يجب واحد لا يصير يعني الواحد الوزير لا يستطيع مثلا يروح الوزير يا أخي برا يعني يشاركون ويدخلون الملعب ويفتتحون مباراة معينة بشوطة كورة. صحيح. سعد يعني ما يمكن يقولون يبغى لنا شوي. طيب ابو الوليد الان يمكن تسمع بين فتره وفتره وانت قريب من نادي الهلال، انه الفراغ الاداري اللي البعض يتحدث عنه من جمهور الهلال تحديدا، انه النادي الهلال رئيس النادي نائب الرئيس خاصه بعد استقاله الامير نوف بن سعد، انت كعضو شرف قريب من نادي الهلال، كيف تشوف الوضع الاداري في النادي؟ وهل تم الحديث بينكم وبين رئيس النادي للتقريب وضع الاداري او تكثيف التواجد الإداري أقصد داخل النادي؟ خلنا أكون صادق، أنا أمير نواف بن سعد صديق وعزيز. وأذكر ذيك الأيام يمكن أمير عبد الرحمن بن سعد مسافر على موضوع ترشيح الأمير عبد الرحمن، كان الأمير فهد محمد وأمير نواف وأنا وأمير عبد الله بن سعد المهم فهو صديق، يعني شهادتي مجروحة فيه. بلا شك انه الاول ايش في عياله، ثانيا بدون ما نقص في حق نائب رئيس الان حمداني، رجل يفعل ويشتغل ويكرف، وانا شفته في اجتماعات ما راح طلع ثلاث مرات برا صراحه، وكذلك رجل داعم. ولكن اعطيك لمن نواف كذلك كان رابط ما بين اللاعبين او الجهاز الفني والاداري كذلك مع الرئيس، كان او مع الاداره. هذه الحلقه لا نقاش فيها، وكنا عارفين انه كان لها اثر كبير، ولكن الشباب يعملون جهدهم الان يقومون بهذا العمل. عاد اي شيء ثاني فيه نبي نقوله او سنقوله هذا نقوله للاداره و سر يعني للاخوان سري لا مو بسر، لكن في بعض المواضيع انا اقول لك. قال ابن القيم ابن تيميه الحين جبنا شرعيه في الرياضه، معنا في كتاب طلع تركي ناصر السديري عن الثقافه والرياضه والاسلام والرياضه عن ايام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلها عن الصحيحين البخاري ومسلم، يوريك كيف كانت الرياضه ذيك الايام، وشيء غريب يعني المنافسه اللي كانت موجوده ولم يظهر. فانا بطلع من وقت لوقت بعض الاحاديث هذه بتويتر على اساس اوريكم كيف كانت الرياضه ايام الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي ما احنا ما نعرف عنها الا قليل. المهم قال ابو خيمه تيميه اذا كان احد كان يفسد
او ينكر او يؤجل منكر بصفة علنية، عليك ان ترد عليه بالعلن اذا افسد او انكر. هنا الموضوع هذا ما في افساد ولا انكار، فممكن نخليها سر في موضوع اللي، لانه في النهايه اظهارها قد يضر. فبعض مرات انت بعض الناس يقول طب ايش معنى في الموضوع الفلاني انت تطرد بالعلن؟ اقول لانه هناك فساد او منكر او شيء علني يجب الرد عليه علني بناء على هو معروف في شريعتنا. اما موضوع هذا بالذات هذا سر، لانه قد يضر اكثر ما ينفع لو تكلمت فيه. طيب هذا الفرق بينهم عشان ما حد يحاول. ما خيرت حاب تقولها؟ إيه والله ودي أقول، أقول في نقطة حساسة مهمة للحكم أو المدرب. أنت الآن شوف المباراة الأخيرة يا أخي، غلطات كوارث على الهلال وعلى النصر، وعلى النصر وعلى الهلال كوارث غلطات. يعني شفتها أنا مع الناحيتين، شفتها مع يعني متابع الفودة، يعني أنا ماني مصدق. هذا لو كان سعودي كان نشروه، ذا كان ما خلوه. هنا أقول يا جماعة مدربين، هذول الحكام قاعدين يجيبوهم من وين؟ أنا عارف من برا بس أي درجة؟ هنا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنه حكم أو المدرب خاصة عنده مشكلة السعودي، أنه الإعلام والجماهير والبيت والعمل والمسجد، وفي كل محل عندك ضغط، ضغط كلام خطط آراء سب. فالمدرب الذي لا يكون واثق بنفسه وقوي الله يعينه، عمل صح ولا عمل غلط، فما أدري كيف حيستطيع يتحمل بغض النظر منه. اثنين، هذا غير الحكم. اثنين، المشكلة اللاعب. لما اللاعب يجي الملعب ويجي النادي وسامع هالكلام هذا كله على مدربه، وسامع كل هالوضع وهالسلبيات وهالتحاليل وأشياء، أن يعني بعد مرة توصل إلى مواصيل مهي طيبة سيئة، يدخل الملعب ويشوف مدربه اللي دي الكلام هذا عنه، أنت في رأيك كيف سيكون ردة فعل هاللاعب نحو المدرب اللي قاعد يكلمه وهو بنفس الوقت سامع كل هالكلام طول هالأسبوع؟ صحيح. فعندك مشكلة كبيرة، أنه كيف تقطع هالتفكير أو الوصل هذا اللي في راسه وتبعد عن هالجو إلى جو آخر. وهذه لن يستطيع يفعلها أي مدرب سعودي إلا واحد مثل سامي أتوقع. بس يبغى له وقت. وهنا السؤال، هل يستطيع أن ينجح حتى يقطع الطريق على هؤلاء ويثقوا فيه اللاعبين بحيث انه ما يقبلوا هالكلام، او لا يستطيع سيطيح نظرا انه هذا الضغط كبير عليه من برا الملعب ولا من جوا الملعب؟ بتوفيق بتوفيق الله ثم بدعمكم سمو الامير. بإذن الله متوكلين على الله سبحانه وتعالى. شكرا لك سامي، ان احنا واقفين معه ومع اللاعبين ومع الشباب و إخوان في النصر مستأنسين رجعوا إلى وضعهم الطبيعي على أساس يكون في يعني المنافسة اللي معروفة، ونتمنى من الأندية الأخرى كذلك، لأن الرياضة لها أساس في هذه البلد. أكيد. 60-70% من 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 من, من اللي فيها البلد من رجال ونساء هم شباب سعودي. صحيح. فهذا هو من الأسباب الرئيسية للتنسيم والروح. على الأقل واحد يشغل نفسه في 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 موضوع مثل هذا. أنا عارف إنه بعض الناس يمكن يقولون لا في أشياء أهم. خلنا أقول لك يا أبو مدر، أبو نهار، تفضل أبو نهار. خلنا أقول لك أبو نهار، الدنيا فيها مساء وفي محاسن، في مضار وفي في منافع، فيها خير وفيها شر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوم كانوا الصحابة يجوا عنده ويسمعوا الحديث، المكان يروحوا إلى بيوتهم قالوا يا رسول الله أن نروح بيوتنا كأن نسينا ما قلت لنا من أحاديث ومن آيات قرآنية. قال هذا شيء طبيعي في الحياة، وإذا لازم تفتحوا باب ما معناه يعني إلى إبليس عشان يشتغل، ولا ما يصير له شغل إذا كان كمان في البيت أحاديث وقرافك. إذا معناها الحياة فيها كل هذا، ويجب الجميع أن يقدر شيء هذا ويعطي الشباب حقهم، أنهم لهم حق بالمنسم، لهم حق بالتشجيع، لهم حق أكيد بالروح الرياضية اللي معقولة ومقبولة. وشكرا لك سمو الأمير على تواجدك معنا اليوم، يعطيك العافية أنك أعطيتنا من وقتك، ألف شكر لك. يحفظك الله. يعطيك العافية. كمان عضو شرف نادي الهلال الأمير خالد بن طلال.